ازيكم حبايبي قلبي، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل تورته على شكل دبدوب بدقيق السبونج كيك. حطينا الدقيق اهوت وعليه الخمس بيضات والفانيليا، وهنشغل العجان عليه ونحط الميه الدافيه، نسيبه ينضرب شويه. هنفضل نضربه لغاية لما يكون لونه فاتح وهش. وهنكون محضرين صينيتين، واحدة أصغر من التانية، وصينية الكب كيك. احنا محتاجين بس ستة، بس طبعا المقدار دوت مش هو اللي هيكفي الدبدوب، هنعمل مقدارين بس. انا حطيت لكم يعني طريقه نص كيلو سبونج علشان تبقوا عارفين كل مقدار هياخد قد ايه. زي ما انتم شايفين وزودت السرعه هنا، خلاص اهو لا جاهز. هندهن الصينيه زيت، انا طبعا يعني بحب زي ان الصينيه تكون بتتفتح، او لو مش بتتفتح ما فيش مشكله ندهنها كويس عشان ناخد الدايره بتاعتنا. حطيت هنا جزء في صينيه وفي صينيه تانية. هنا بقى خلاص سويتها، طبعا بتخش على درجه حراره 180 درجه. والكب كيك زي ما انتم شايفين عملت ايد ورجل ومناخير ودان، هما سبعة مش ستة بصراحه، انا نسيت واحده، نسيت المناخير. بنعمل سبعة كب كيك، وبنعمل المناخير والايدين والرجلين والودان بتاعه الدبدوب. وهنا بقى كريمه الزبده طبعا عملتها قبل كده، هحط لكم اللينك بتاعها عشان لو حابين تشوفوه وتشوفوا مقاديره. انا ما حبيتش بس اطول عليكم ان انا اعملها. وكمان الجناش هحط لكم برده اللينك بتاعه ان شاء الله، عشان اللي ما شافوش معانا يخش يشوفه. لو شايفين كده هنحط كلها، مش بتتسقع لان عليها برده كريمه زبده وتبقى دسمه شويه، فانا مش محتاجه احط حاجه لا جواها ولا عليها الا كريمه الزبده بس. محبتش ان انا اتقلها يعني اكتر. دي طريقته سهله خالص، ممكن اي حد يعملها. بنجيبوا الدايرتين الصغيره طبعا اللي هي الراس، والكبيره اللي هي الجسم، وبحطهم بشيل بس جزء من اللي هي تحت ديت بتاعه الجسم، واركب الدايره عليها، واركب بقى الكب كيك في الايدين والرجلين. حاجه سهله يعني. هنا بقى بنحط على المراخير، انا كده بسويها وظبطها واثبتها تحت، وبعد كده هحط عليها جناش. يعني انا بخليها متظبطه ولازقه كمان مع الوش، بحاول بمعلقه باي حاجه عندنا، مش لازم ادوات اللي هي بستخدمها. انا استخدمت معلقه اهو قدامكم. خلاص الجناش جبته بقى، حضرته وعملته كنت، وحطيت بقى شوكولاته فرماسي في الودان، وهحط في عند الايد والرجل برضو عشان برضك بوضح ان ايد ورجل. زي ما انتم شايفين بالمعلقه كده بحط بالراحه مش بايدي. حطيت هنا بقى الجناش وهسيبه بس شويه كده اهوت يتظبط عشان ابدا اعمل العينين. هنا جبت كريم جنتي بس انا كنت يعني فكاه شويه، مش عاملاه جامد عشان عايزاه يبقى مرن معايا في الشغل. بس لو انتوا عايزينه اللي انتوا عايزينه يعني، ممكن تصبوا شوكولاته هنا في المكان دوت، شوكولاته بيضاء او تلونوها باحمر زي ما انتوا تحبوا يعني شكله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ما زلنا نتحدث عن كيفيه الصلاه، فقد تحدثنا. انا بحاول اظبط القلب، بس هو القلب مش باين هنا ان هو عدل عشان خاطر احنا بنصور بالجنب. عملنا العينين نقطة بيضة ونقطة جواها بالجناش برضو، ورجعنا حطينا نقطتين تانيين عشان نظبطوا شكل العين.
سأل المناخير بتاعتنا هو اظبطها بقدر الامكان. وبعدين هجيب حرف الاسباتيلا اللي انا ماسكاها دي واديها خطوط بالطول زي ما انتم شايفين. هنا بنظبط البق والمناخير. وحطيت هنا شوكولاته فارماسي برضو عند القلب. سهل خالص، مش محتاج حاجة بصراحة، يعني مش محتاج فن او خبرة في حاجة، حاجة سهلة كده ممكن تفرحي بيها ولادك. هو عشان غامق كمان ممكن يتعمل لون احمر مثلا كريم جانتي ونلونوه، يعني ممكن يتغير افكاره وافكار كتيرة. نحب تعمل يعني لون مختلف عن اللي انا بعمله، جربوه يا رب يعجبكم، وبالهنا والشفا.